يلعب كرة على اليمين، يحاول محمد الضو بالمحاولة بالمرور أبودي تسديدة جول جول محمد الضو. لا زال الضوء موجود، لا زال الضوء موجود والأمل موجود بعد كرة أبودي ألفيس يسجل الهدف. هل هذه كافية؟ يبحث عن الأهداف جاء محمد الضوء، أشعل قليل من الضوء. لا زالت الرؤية غير واضحة، لا زالت الرؤية غير واضحة، غير واضحة أبدا للفريق الأحدي. لكن تبقى هناك على العالم كله نقول بأن رؤيتنا في المملكة العربية 2030 رؤيتنا واضحة ومستقرة بإذن الله تعالى. الفريق الأحدي يبحث عن عودة في الضوء. فاجأت محمد